بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب وأما إن
حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم